إلى أي مدى أثرت الحرب على لبنان فيما يحدث بغزة؟ هل انشغال إسرائيل بالعدوان على لبنان خفف من وطأة العمليات في القطاع؟ وسريعا، ماذا لو حاربت إسرائيل جيش نظامي؟ مساء الخير عليك يا أستاذ أمل وعلى ضيوفك وعلى مشاهدينك. في الشكل لربما تكون أثرت، ولكن في المضمون لا، لم تؤثر لسبب بسيط. في بدء هذه الحوار في بدء هذا الحوار تفضلت بالحديث عن حرب الشرق الأوسط الجديد، وكذلك تفضل الأستاذ ملحم وسيادة السفير يوسف الشرقاوي بالحديث عن الشرق الأوسط الجديد. من المتحدث عن الشرق الأوسط الجديد؟ هو شخص نتنياهو. هذا يعني أننا نخطئ حينما نتحدث أولا عن أن هذه الحرب أو هذا العدوان على حركات المقاومة، لا، هو على الشرق الأوسط الذي يريده نتنياهو، هذا ما يقوله بشكل معلن، وليس الآن ولكن في كل المناسبات. هذه رقم واحد. رقم اثنين، ليسمح لي ويتسع صدر أخونا الأستاذ ملحم، حينما نتحدث عن الصراعات والنزاعات وهي لغة الأمم المتحدة وكأننا نشرع لإسرائيل بأنها تدير حربا نظامية مع دولة نظامية أو مع قوة متناظرة، وهذا ليس صحيحا، لأن الحركات المقاومة بحسب القانون الدولي لديها الحق في مقاومة محتليها. إذن ما يحدث هو عدوان دولة استعمار على شعوب تقع تحت الاستعمار. هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة، وبسيرة يعني على سيرة سيادة الرئيس الراحل البطل محمد أنور السادات وذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وهو من قال أن 90% أو 99% من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه أيضا بالمنطق التاريخي والمادي أراد السلام، وحين أراد السلام واجه الحرب. من لا يريد الحرب عليه أن يواجه هذه الحرب. هذا هو المنطق الذي يجب أن يفرض على إسرائيل، ليس من قبل حركات المقاومة ولكن تحت شعار التتار قادمون، قادمون إلى كل بقعة في الشرق الأوسط اليوم. وهذا المنطق التاريخي أيضا، التاريخ يعلمنا ذلك. اليوم حينما نتحدث عن الضمير العالمي ونتحدث عن القوى العظمى، القوى العظمى والغرب الأطلسي هو شريك فعلي في هذه الحرب، ما عدا اليابان كما تفضل سيادة السفير. هذا صحيح ودقيق جدا، ولكن هؤلاء شركاء في إعادة تقسيم هذا الشرق الأوسط وفي إعادة الاعتداء على شعوب الشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط. وبالتالي على الشرق الأوسط اليوم قبل الغد، قبل أن تصلها النيران وقبل أن تكون في أزمة أكبر من الأزمة. اليوم نحن في حرب الجيل الخامس، حرب تكنولوجية، حرب سبرانية، حرب قد تطال الجميع، ولكن هذا ليس قدرا، لأن مجموعات صغيرة كما هي مجموعات حزب الله وكما هي حماس استطاعت أن تؤلم إسرائيل وتوجعها ولا تحقق لها أهدافها. علينا أن نعلم أن إسرائيل تمر بأزمة خانقة وأزمة كبيرة، اليوم نستطيع أن نواجهها، ما عدا ذلك سنكون في أزمة أخرى، لأنه لديه أزمة فعلية، هو متورط في قطاع غزة، لم يحقق أهدافه المعلنة. نعم، حقق أهداف غير معلنة صحيح، وكذلك اليوم منذ أسبوع يحاول الدخول 100 متر في جنوب لبنان، لا يستطيع. هذا يعني بأنه ليس بهذه القوة الذي كان يصدرها لنا، وتحديدا على الأرض. نعم، هو يمتلك من السماء قوة، ولذلك هو يوضع في قائمة العار، لأنه جيش قاتل وليس جيشا مقاتلا. لا يستطيع أن يواجه المقاتل العربي أو المجابه العربي. وبالتالي العلاج الواضح والمباشر أخت أمل منذ اللحظة الأولى وأنت تتساءلين ماذا نفعل، الفعل، من لا يريد الحرب ويريد السلام عليه أن يواجه الحرب قبل أن تأتيه الحرب. هذا هو منطق التاريخ الذي ابتدعه مؤخرا في العصر الحديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات. انشغال إسرائيل بالعدوان على لبنان هل خفف من وطأة الحرب على قطاع غزة برأيك؟ لا طبعا، المجازر ما زالت قائمة، حرب الإبادة ما زالت قائمة في قطاع غزة، وليس فقط في قطاع غزة. قبل يومين كان في مخيم للاجئين قصف بطائرة F-16، هذه الطائرة التي قصفت مخيم فيه عشرات الآلاف من الناس،
في مكان ضائق، في حارات كما نقولها في مصر، حارات صغيرة لا تتعدى عرض الحارة الواحدة 3 أمتار، عشان استهداف شخص أو اثنين يموت أو يستشهد 20 منهم نساء ومنهم أطفال. هذا الاعتداء السافر يقول بشكل واضح وصريح: أنا فوق القانون الدولي.